صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي المشاهدين في كل مكان، حياكم الله تعالى وبياكم، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جامع الشهيد محمد رمزي فاتح، يتجدد اللقاء مع حضراتكم من ضمن حلقات مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. واليوم يكون اللقاء من هذا المسجد المبارك، هذا الجامع العظيم الذي تبرع ببنائه ثلاثة من الأخوات من حفيدات محمد الفاتح، وأعانهن في إتمام هذا البناء والاهتمام بهذا المسجد الكريم. القلوب الطيبة والوجوه المؤمنة المحبة لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، فتم بناء هذا المسجد بالجهود المباركة المتضافرة من الجميع، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، حتى تم بناء هذا الحرم، ونحن على وشك أن نكمل بناء الحرم الثاني إن شاء الله تعالى. وهذا المسجد بفضل الله عز وجل يعني محاضرات ودروس وتفسير وحلقات لتدريس القرآن الكريم وتحفيظه للرجال وللنساء، للشباب وللكبار في السن، وحتى تحفيظ القرآن الكريم ودروس ومسابقات في العقيدة. ونسأل الله تعالى أن يوكلنا أكثر وأكثر لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. أحبتي الحضور الكرام وأحبتي المشاهدين الفضلاء الأجلاء، هذا اللقاء المبارك هو بعنوان مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولماذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عندنا أدلة من القرآن الكريم تحثنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندنا أوامر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تحثنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يعتبر من أقطاب هذا الدين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر هو القطب الأعظم في الدين. وفعلا إخواني الآن نلاحظ المنكر في كل مكان، المنكر في كل مكان، بل حتى في بيوتنا، حتى في بيوتنا الآن نجد المنكر. لكن نحن مأمورون بأن نحارب المنكر، نمنع المنكر ونأمر بالمعروف. وهذا البناء وهذه الحضور وهذه الصلوات هي من المعروف، هذه المحاضرات هي من المعروف الذي أمر الله عز وجل به وحثنا عليه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا كما وصفه الإمام الغزالي هو القطب الأعظم في الدين. أولا، ما هو المعروف وما هو المنكر؟ ببساطة، المعروف كل خير أمر الله عز وجل به، كل معروف. والمنكر كل شر نهى الله عز وجل عنه، فهذا معروف وهذا منكر. فلذلك أنت لما مثلا تشوف صاحبك ما مهتم بالصلاة تقول له فلان تعال نصلي، والصلاة بالمسجد كذا أجرها وكذا، وأثر بي الكلام وجيء، أنت أمرت بالمعروف. وحينما ترى يعني نفسك أو ترى زوجتك أو ترى أبنائك، عائلتك، جارك، صديقك، تراه على منكر من المنكرات، وتحثه بأسلوب طيب وتمنعه من هذا المنكر، فأنت نهيت عن المنكر. فإذا هذا هو المعروف وهذا هو المنكر. ماذا يقول القرآن الكريم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
ماذا يقول القرآن الكريم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نلاحظ إخواني بعض الحالات مع الأسف، نلاحظ الأب بالبيت يجد المنكر في البيت لكن ما ينهى عن المنكر، وربما يجد معروف في البيت ما يشجع على هذا المعروف. لما يشوف ابنه يروح للمسجد ويشارك في دورة القرآن مثلا ويحفظ كذا سورة من القرآن الكريم مثلا، وما يشجع ابنه على هذا المعروف، ما يطلع فد 250 يقول عفي ابني على هذا الفعل المعروف، أو لما يأذن المؤذن وهو ابنه نايم بالبيت أو هو أصلا ما يجي، ما ينهى نفسه عن هذا المنكر، أو لا ينهى عائلته عن المنكر، أو لا ينهى جاره عن المنكر، أو ما ينهى صاحبه عن المنكر. يقول لك إيه شيخنا، مو كل نفس بما كسبت رهينة، وكل شات تتعلق من رجلها بيوم القيامة أو ما شبه ذلك. هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ مخالف لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان ما دام أنت تستطيع أن تأمر وتنهى. ولذلك تعالوا أخواني نسمع القرآن الكريم كيف يعطي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي منزلة. بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يتكلم لك مو عن المسلمين والمسلمات، المؤمنون والمؤمنات اللي هم أعلى درجة من الإسلام. ما هي مواصفاتهم؟ جاب لنا أخص المواصفات، أقوى الصفات عندهم: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكأنه يريد يبين لك الفرق العظيم بين المؤمنين والمنافقين. ما هو؟ ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شنو صفاتهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طبعا المؤمنين عندهم كثير صفات، لكن ذكر لنا القرآن الكريم أعظم صفات المؤمنين أنهم شي يسوون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأيضا عندنا نقطة مهمة، قال والمؤمنون يعني الذكور الرجال، والمؤمنات حتى المرأة ما تقول أنا ما إلي شغلة، أنا خمو صايرة شيخ، أنا خمو أفتي. هي مو مسألة لا فتوى ولا شيخ ولا علم، إنما مسألة أنه أنت المرأة ترى يعني الأم ترى بنتها على المنكر فتنهاها عن المنكر. يا بنتي بكلام لين وهادئ، كلام الحنونة، كلام العطف والرفق والشفقة، يا بنتي هذه ملابسك ضيقة ما ترضي الله عز وجل، يا بنتي لا تخرجين وكأنت كاشفة شعر رأسك هذا يغضب الله عز، هذا منكر، يا بنتي لا تتابعي قنوات الأغاني والمسلسلات والمنكرات هذا منكر يغضب الله عز وجل. هذه الأم أمرت بالمنكر، نهت عن المنكر. لما ترى زوجها على المنكر وتكلمه بأسلوب وبطريقة لطيفة بكلمات لينة مؤثرة، نهت عن المنكر. حتى المؤمنات، حتى لا يقول لك بس الرجال والنساء ما عليهم، لا، المؤمنون والمؤمنات. وأيضا قال الله عز وجل: يأمرنا أمرا، يأمرنا أمرا، ولتكن منكم أمة. ما هي مواصفاتها؟ يدعون إلى الخير أولا، اثنين ويأمرون بالمعروف، ثالثا وينهون عن المنكر. النتيجة: وأولئك هم المفلحون. يعني إخواني دائما دائما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مفلح. شنو المفلح؟ يعني فايز، المفلح الفائز، سبحان الله. وإذا تلاحظون بالمجتمع أكو ناس دائما يؤمر بالخير وينهى عن المنكر، دائما كلمته الطيبة ما يمنعها من الناس، تشوفه إنسان موفق. واللي يقول لك والله ايش علي، كل من يحاير بنفسه ما يفيد الكلام الناس، لا والله الناس يقول لك الناس
الناس ما يفيد بها أخي، لا يفيد بها الناس، لا والله الناس يفيد بها والناس تتأثر والناس تحب تسمع الكلمة الطيبة، بس إحنا نخلص ونصدق الناس تتأثر تحب الكلمة الطيبة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فلذلك مفلحون. إذن لما نرى المجتمع الآن غير مفلح، لماذا؟ لأنه قصر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله عز وجل وصفنا أهل الكتاب، وصف أهل الكتاب أيضا بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ليسوا سواء، يعني اليهود والنصارى مو كلهم ناس معتدين وكلهم ناس سفاكين للدماء وناس فاسدين، لا، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا كله جانب تعبدي، يتلون آيات الله، يسجدون، يؤمنون، جانب تعبدي. الآن جاء الجانب العملي، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، النتيجة وأولئك من الصالحين. ما قرر عليهم أنهم من الصالحين إلا بعد ما ذكر أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإلا بالله عليك شنو فائدتك أنت تصلي بالمسجد الصلوات الخمسة وقائم الليل وصائم النهار وأنت ما تأمر بالمعروف وما تنهى عن المنكر؟ ابنك ما مأثر عليه، بنتك ما مأثر عليها، عائلتك ما مصلحة، شنو فائدة هذه العبادة التي أنت تتعبدها؟ لا، هذا مكمل لها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء، الأغنياء بس هم أهل الأجر، كيف؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني ما احنا نصوم يصومون، نصلي يصلون، نقرأ قرآن يقرأون قرآن، لكن سبقونا بإيش؟ بالصدقات، ينفقون وإحنا فقراء ما عندنا ما ننفق. طبعا إخواني والله لو الآن، يعني لو الآن واحد يقوم يتبرع للإمام الجامع براتب 5 ملايين، يقول لك والله الشيخ يخطب بالجامع وخادم هذا الناس فلذلك نخصص له راتب 5 ملايين، لا تجد الناس يتقاتلون على الإمام والخطابة، بس أنه الإمام والخطيب والصلاة الجماعة هل قد أجر وهل قد حسنات؟ الناس تزهد، الناس تزهد الحسنات، تزهد الأجر، تزهد الجنة، لكن تحب أن تتعامل مع الفلوس. لذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام على ماذا نبه الصحابة؟ قال لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، كل ما تقول سبحان الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة الحمد لله صدقة، لا تكلفك ولا تتعبك ولا تحتاج إلى جهد، سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، كل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فأنت لما تتأثر على صاحبك وتأثر على فلان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر صدقة، يتقبلها الله تبارك وتعالى منك ويثيبك عليها. وقال عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، كل نبي له حواريون من أتباعه، له حواريون وأصحاب. ما معنى الحواريون؟ يعني الحواريون اللي الناس اللي الله عز وجل يحبهم واختارهم يخدمون الأنبياء، هذا الحواريون. طيب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. دائما تنتهي النتيجة أن الناس تخرب ويتغير كلامهم،
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، إيده يجي يمنع هؤلاء الناس المفسدين. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، بلسانه يقول له هذا ما يصير وهذا كذا بس بالأسلوب الطيب. ومن جاهدهم بقلبه، أقل شيء بقلبه ما يرضى بهذا الفساد، مو لما يعني لما يرى الفساد يتمنى أن هو يشارك في الفساد، بل أنه لما يرى الفساد ما يستطيع بيده ولا بلسانه، بقلبه ينكر هذا الفساد ما يرضى. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني أقل شيء أقل شيء أنه أنت تقوم به بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه بقلبك ما ترغب هذا الشيء المنكر لما تراه، قلبك يعني لازم قلبك ما يقبل هذه الأمور وينكرها. ما تقدر بلسانك، ما تقدر بإيدك، بقلبك بقلبك قول اللهم هذا منكر أنا ما أرضى به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يخوفنا ويحذرنا من التهاون بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مو كثير من الناس إخواني، كثير من الناس يقول لك لا والله إحنا ليش ندخل نفسنا بمشاكل، وليش ندخل نفسنا بمعمعة ونجيب لنفسنا بلاوي وكذا، ومن ما اسمه ما يأثر بها الكلام، والناس فاسدة والناس ما أدري إيش، لأنه يعني يتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يصير عليه مشاكل، حتى الناس لا تضوج منه أو كذا. فلذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول والذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو اللي تطبقت علينا الآن، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. أنتم مو خايفين لا مشاكل وكذا، وأنت شريكك مثلا لا صلاة ولا صيام، وعلى مود لا ينقطع الراتب، أو على مود لا تخرب المصلحة تغلس، يشرب الخمر وتغلس، وما يصلي وتغلس، ويكفر قدامك وتغلس، ويعتدي على محارم الله وتغلس، فلأنه تخاف على مصالحك رب العالمين عاقبنا بنفس الشيء الذي نخاف منه. قال ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، والمشكلة فتدعونه فلا يستجيب لكم. ولذلك قال سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه، أيضا هو يعني يفسر لنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما، تسليط من الله عز وجل، لا يجل كبيركم، صاحب الشيبة ما إلى شفاعة يمه، لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم، ويدعو خياركم فلا يستجيب لا فلا يستجاب لهم. لذلك يقول يا ربي الخاطر هالشيبة، يا رب الخاطر هالأيتام، هذه الأرامل، الخاطر بيوت الله، خاطر هذا القرآن الذي مزق ودنس، بس احنا نجيها من الأخير، مو احنا السبب، احنا تهاوننا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسلط الله علينا البلاء، فالآن ما عاد ينفع إلا أن نرجع. فلا يستجاب لهم، وتستنصرون فلا تنصرون، وتستغفرون فلا يغفر لكم. يعني أمر يخوف، أمر يخوف. لاحظ الآن القنوات الفضائية والشاشات البلازما وما شابهها في الأسواق والمحلات، الآن أصبح شيء طبيعي جدا، وكأنه من السنن المؤكدة الآن، كأنما سنة مؤكدة، أنه تجد إيش بلازما بالمحل، وغناء ورقص، امرأة عارية ترقص وغناء، ولا كأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر، ولا كأنه في بلاد مسلمين والخمور تباع، ولا كأنه في بلاد مسلمين.
المعاصي علانية ولكن في بلاد المسلمين. وهذه المعاصي ليست من اليهود والنصارى، إنما نحن المسلمون نرتكبها ونفعلها، ولا أحد يحارب هذه المنكرات. لذلك يزداد علينا البلاء، ويزداد فينا القتل، ويزداد فينا سفك الدماء، ويزداد فينا التعذيب، ويزداد علينا البلاء. لماذا؟ لأننا متهاونون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون عليه السلام أني مهلك من قومك، هو نبي من الأنبياء من بني إسرائيل، فقال له رب العالمين، قال له سأهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. ركز على الكلام، الله عز وجل يوحي إلى يوشع بن نون بأنه أهلك من قومك من الخيار من الصالحين 40,000، ومن المفسدين من الأشرار 60,000. طيب هذول الأشرار افتهمنا، ذول الخيار الناس الصالحين ما ذنبهم؟ فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فقال الله عز وجل إنهم لم يغضبوا لغضبي وواكلوهم وشاربوهم. أليس هذا فينا الآن؟ ذول الخيار الصالحين يؤاكلون ويشاربون ويجالسون ويخالطون هؤلاء الأشرار ولم يغضبوا لغضب الله عز وجل. ويقول بلال بن سعد رضي الله عنه إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها. أنا أعصي ربي سبحانه وتعالى، كل ابن آدم خطاء، أعصي مع نفسي، فالمعصية ما تضر إلا لأنه لم تعلن. فإذا أعلنت ولم تغير أضرت بالعامة كلها، يؤذيها ويضرها هذا البلاء. ولذلك جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. تخيل مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جالسين حوله، ويأتي هذا الشاب ويقول يا رسول الله ائذن لي أنه أزني. يعني أدبيا كيف قالها هذا الرجل، هذا الشاب، كيف خرجت من لسانه؟ فصاح به الناس، ما يتقبلون هذه الكلمة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا يا شباب، نبي الرحمة، قال أدنوا مني، تعال يمي تقرب، أدنوا مني. فدنا حتى جلس بين يدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال له الحبيب المحبوب أتحبه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك. فقال عليه الصلاة والسلام كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ لاحظ الأسلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاحظ طيبة قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام في أمر لا أخلاقي من شاب يريد رخصة من المصطفى عليه الصلاة والسلام في الزنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معها بكل أريحية وتعامل معها بكل هدوء، تعامل الأب المشفق، وما غضب عليه وإنما أسلوب طيب. تحبه لأختك، وكذلك قال تحبه لعمتك، تحبه لخالتك، وفي كل حال يقول لا جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يحبون لأخواتهم لا. ثم بالأخير وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدر هذا الشاب وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. نحفظ هذا الدعاء أخواني، لأن نحن بحاجة إلى أن ندعو بهذا الدعاء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. لاحظ أخي الكريم، البداية والنهاية. البداية هو جاء يطلب رخصة في الزنا، يعني من شدة ما يجده من شوق للزنا إلى درجة أنه بدأ يطلب رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعطيه رخصة والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا؟ إذن هو ايش قد يعاني من مسألة
الفاحشة الآن بعد هذا الأسلوب وبعد هذا الدعاء كيف كانت النتيجة؟ من شاب مولع مدمن للفاحشة بعد أن قال له الحبيب المصطفى اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه، فلما رفع الحبيب عليه الصلاة والسلام يده عن صدر الشاب يقول هذا الشاب فلم يكن شيئا أبغض إلي من الزنا، ما يعني ما لم أجد شيئا أبغض إلي من الزنا، قمت أكره الزنا كره يعني ما أكره شيء مثل ما أكره الزنا. هذا الأسلوب، وأيضا من الأساليب التي عن سلفنا الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سفيان الثوري رحمه الله كان يعني يقولون كان لسانه لا يفطر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دائما دائما يدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائما. أسلوب حلو، كلام طيب، وخاصة إخواني، خاصة الشباب، خاصة الشيوخ الكبار السن، رجل الكبير المسن وبكلام حلو أسلوب، وتجي لهذا الشاب وتنصحه وتدعوه، والله يا أخوة يؤثر، والله يؤثر، يؤثر في هذا الشاب ولو كان من أكبر المفسدين، كلامك يؤثر في هذا الشاب ولو بعد حين، حتى لو مهسة يظل كلامك يظل يرن في أذن هذا الشاب الذي يعصي. وحتى صديقك لما تراه على المعصية وتنصحه ويأخذها باستهزاء وما يتقبلها، ترى هو في داخله يتأثر، وإذا ما تأثر الآن يتأثر بعدين، هو يبين لك يكابر، يبين لك على أنه ما متأثر وهو حال يعني متأثر، لكن هو في داخله يراك كبيرا، يشوفك أنت فتشي كبير، يشوفك أنت أحسن منه لأن أنت ما تقع في هذه المعصية وهو ضعيف أمام هذه المعصية. فلذلك مما يذكر عن سيدنا سفيان الثوري أنه يقول دخلت على أبي جعفر المنصور بمنى في الحج. أبو جعفر المنصور خليفة، سلطة والحماية والرعية والحجيج، فلما دخل على أبي جعفر المنصور قال أبو جعفر المنصور لسفيان الثوري ارفع إلينا حاجتك، قول شو تريد، شو تحتاج، شو تطلب، أي شغلة عندك نقضيها لك. يقول فقلت له اتق الله قد ملأت الأرض ظلما وجورا، اتق الله قد ملأت الأرض ظلما وجورا. قال فطأطأ أبو جعفر المنصور رأسه، طأطأ رأسه ثم رفع رأسه وقال يا سفيان الثوري ارفع إلينا حاجتك. يقول فقلت له إنما أنزلت هذه المنزلة، يعني صرت خليفة، بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. أنت ما صرت خليفة إلا بسيوف المهاجرين والأنصار وبدمائهم التي أراقوها ونصر الله بهم الإسلام، والآن أنت خليفة تأمر وتنهى، فأبناؤهم اتق الله فيهم. قال فطأطأ رأسه ثم رفع رأسه وقال ارفع إلينا حاجتك. يقول فقلت له حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لخازنه كيف أنفقت؟ فقال 12 درهما. قال لعمر بن الخطاب لما حج نفقات بالحج أنفق 12 درهما، وأراها هنا أموالا لا تطيقها الجبال. أنت منين جايب هذه الأموال؟ ليش عمر بن الخطاب أقل من 20 درهم مصاريفه في الحج وأنت هذه الأموال المكدسة؟ ف يعني كان هذا كلام سفيان الثوري أمام أبي جعفر المنصور، فكان كلما يقول له هذا الكلام يطأطئ رأسه أمام إخلاص سيدنا سفيان الثوري. وأيضا العز بن عبد السلام الذي يلقبونه بسلطان العلماء، حينما طلع إلى السلطان أيوب الملك الصالح في يوم عيد في القلعة
فالعز بن عبد السلام رأى العسكر مصطفين عن اليمين وعن اليسار محيطين بهذا السلطان الملك أيوب، ونظر إليه وهو في أبهته وخرج على قومه في زينته. لاحظ هذا العز بن عبد السلام العالم الرباني الذي يعرف قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام هذا السلطان أيوب، بحيث لما هذا السلطان خرج يمشي بين الناس بعض الناس يقبلون الأرض بين يديه، تدركوا ناس يتملقون اللي ما عندهم دين، منافقين يتملقون للسلاطين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فيتملقون ليس حبا فيهم وإنما هكذا لأنه ماكو عنده إيمان، يريد مصالح، يريد فلوس، ما تهمه وحتى ما يهمه مصلحة السلطان، فيقبلون. فنظر الشيخ ورأى هؤلاء الناس يتملقون يقبلون الأرض بين يدي هذا السلطان أيوب، فناداه وقال له يا أيوب ما حجتك عند الله؟ يا أيوب، ما قال له يا سلطان يا رئيس يا سيادة ويا حضرة ويا إيش، قال له يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال هل جرى ذلك؟ قال نعم، الحانة الفلانية تباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في هذا النعيم وهذه الأملاك والخمور تباع والمنكرات تعلن. فقال له يا سيدي هذا ما عملته أنا، إنما هذا كان من زمان أبي، يعني مو بعهدي، هذا من عهد أبوي كان موجود هذه الخمور وهذه المنكرات، مو أنا اللي قبلت بيها. فماذا قال له العز بن عبد السلام؟ فقال له ما أراك إلا من الذين قال الله عز وجل فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. فرأسا صدر هذا السلطان أمرا بإغلاق تلك الخمور والمنكرات. وأيضا يقولون العلماء يذكرون أن الأمر بالمعروف والتغيير يكون على عدة مراتب. المرتبة الأولى الأمر التغيير باليد أو التغيير باللسان أو التغيير بإيش؟ بالقلب. أعلى درجة بإيش؟ أقوى درجة التغيير باليد، السلطان المسؤول. هنيئا لكل مسؤول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ووفقه الله وثبته. كل مسؤول وسلطان وعنده يعني منصب، عنده قدرة على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا هنيئا له وطوبى له، وقد أعطى حق المسؤولية. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل وصفه قال ولو كنت فظا غليظ القلب، أنت ليش ما تصلي؟ أنت ليش تفعل كذا؟ أنت ليش ما يعني لما قاطع صلة الرحم؟ أسلوب هكذا. الأمر باللسان يكون بالرفق ومو أمام الناس. ولذلك قال الإمام الشافعي يعلمنا شو ننصح الناس، مو أمام الملأ ونجرح مشاعره، قال تعهدني بنصحك في انفرادي، مو أمام الناس وإنما على انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. لأنه تنصحني أمام الناس وتحرجني فاعتيادي ما راح أتقبل. ولذلك قصة لطيفة جدا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والناس جالسون حوله، فرجل من الجالسين أحدث، يعني سمعوا منه صوت خروج الريح، وهذا الأمر محرج. فسبحان الله سيدنا عمر رضي الله عنه قال عزمت على صاحب هذا الحدث أن يقوم ويتوضأ. عزمت يعني لازم الذي سوى هذا الشيء يقوم يتوضأ. طيب إذا راح يقوم ينعرف وينفضح وصعبة. فسيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين
راد يتلافى الموقف وما راد يحرج هذا الرجل، قال: يا أمير المؤمنين، لو تعزم علينا جميعا أن نخرج للوضوء. فأعجب عمر هذا الرأي وقاموا جميعا وتوضأوا. لاحظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأسلوب عدم الإحراج وعدم الفضيحة، عدم يعني عدم الكلام وجها لوجه أمام الناس والإحراج. وأيضا المرتبة الثانية الإنكار بالقلب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. يعني الآن أنت موجود وتشوف المنكر وتنكره في قلبك، أنت مثل اللي ما حضر هذا المنكر أبدا. ليش؟ لأن أنت في قلبك أنكرت هذا المنكر. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني واحد يسمع أنه كانت فرقة موسيقية وعرس والمطرب الفلاني والأغاني وفلان ما كان موجود، قالوا له يعني البارحة كان العرس، قال: أما للأسف والله لو كنت موجود فاتتني وكذا، ويتأسف. هو مثل الذين حضروا ويشاركهم في الإثم ولو لم يحضر. أما جار هذا العرس الشيطاني ويسمع وهو ينكر هذا الأمر، ولو يسمع كل هذا لكن ما يرضى به، فمثل اللي هو غائب عن هذا الأمر ولا يرضى بهذا الأمر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أخواني أمر عظيم ومنزلة كبيرة وعظيمة جدا، لها شروط ولها ضوابط ولها أساسيات، يعني العلماء يطيلون فيها الكلام، لكن الكلمة الطيبة صدقة، واللين والرفق في الكلام صدقة، والإنسان يأثر. قصة طيبة وجميلة يعني سمعناها عن شاب صغير، طفل صغير، أبوه يعلمه يصلي بالمسجد ويحضر إلى صلاة الفجر. دائما هذا الأب يجيب هذا الابن وياه الصغير في المرحلة الابتدائية، يجيبه للمسجد ويصلون الفجر، وكان يقول له: يا ابني، اللي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في ذمة الله، فلا يؤذيه أحد أبدا. هذا طفل صغير وبريء، فكان يذهب مع أبيه يصلي الفجر في جماعة ويتباهى بأنه في ذمة الله. فيوم من الأيام كالمعتاد يذهب إلى المدرسة، والكل ما كان يعني ما محضرين الواجب وهو من ضمنهم، فالمعلم قرر أن يضربهم جميعا، من ضمنهم هذا الطفل الذي صلى الفجر في الجماعة. فلما أراد أن يضربه: افتح إيدك. قال له: أنت لا تضربني يا أستاذ، أنت ما تستطيع تضربني. قال: افتح إيدك أضربك الآن مثل ما ضربت البقية. قال: لا أستاذ، أنت ما تقدر تضربني. ليش ما أقدر أضربك؟ قال: يا أستاذ، لأنه أنا اليوم مصلي فجر في جماعة، الأستاذ ما يعرف صلاة الجماعة يجوز شنو. قال: وإذا مصلي فجر في جماعة؟ قال: يا أستاذ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فأنت ما تسلط علي، ما تستطيع أن تتسلط علي. فتأثر الأستاذ وعفى عن التلاميذ زملاء هذا التلميذ، وأثرت هذه الحادثة في كل المدرسة وفي كل الأساتذة المعلمين ومدير المدرسة. وطفل، طفل بالابتدائية، لكن خرجت من براءة، خرجت من صدق، وخرجت بإخلاص. ومن عظيم ما سمعت في الإخلاص إخواني، مو بعض الناس يحدث حتى الناس يقولون: ما شاء الله شلون مفتي وشلون هذا، يعني ما شاء الله شلون يأمر بالمعروف، يريد يكسب الناس. لا، الإخلاص نقطة مهمة، ونختم هذا اللقاء في التعريج على نقطة الإخلاص. أحد الصالحين يقول: خرجت إلى مجلس فيه معصية لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ففي الطريق، ركز أخي الكريم على هذا الرجل الصالح العالم، يقول: في الطريق اعترضني كلب وأخذ ينبح علي ومنعني. قال: عرفت. يقول: أنا لما خرجت في الأصل صحيح أريد أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر في هذا المجلس، لكن كانت غايتي مو الأساسية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت عندي غاية أخرى دنيوية. قال: فرجعت للبيت
وتوضأت صليت ركعتين وأخلصت النية لله ورجعت إلى نفس الطريق وإلى نفس المجلس، قال فلقيني الكلب وكأنما يرحب بي، يلاعب بذيله ويتحرك أمامي كأنما يلاعبني، ويقول فوفقني الله عز وجل وأصلحت ذلك المجلس. فالإخلاص أنه نحن يعني نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بإخلاص، هذه ركيزة أساسية وعظيمة. شكر الله تعالى لكم هذا الحضور وهذا الجلوس في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدقائق المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات مؤثرة في قائلها وسامعها، وأن يبصرنا الله عز وجل بأهمية هذا الأمر العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليصلح مجتمعنا ونحارب الفساد الذي عم وطم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.